مش ممكن ابدا يغني ولا يغني. فعشان كده احنا بعتنا لاخواننا هناك وقلنا لهم يعني مع احترامنا طبعا للكلام اللي هم بيعملوه ده كلام كويس مش وحش وما بنقولش وحش، بس بنقول ما ينفعش نغني ولا نرقص وما ينفعش نطلع الغنى، هي مش مسرح مش مسرح. انما احنا جايين هنا لما نيجي نغني اغنيه وطنيه الغنى اغنيه وطنيه عشان خاطر تحرك مشاعرنا. اقسم بالله احلف بالله لو انا كنت بلعب مع المنتخب وبعد الماتش ما بيغنوا اغاني وغنى اغنيه وطنيه ما كنت بحس بيها، ما حسيت باغاني وطنيه الا هنا في التحرير، لان كلها كانت تحكي عن الدول، كان عايزين يخلصوا او يخرجوا هدفنا بدل ما نحاربهم، بنحارب في ماتش كوره ولا بنحارب في اغنيه ولا بنحارب في فيلم. لما وانا قلت الكلام ده بكرره، لما مصر كانت بتكسب بطوله افريقيا ولا 98 ولا 2006 أو 2008 و 2010، ولما بلاقي كل الشعب المصري بيخرج في الميادين انا بتحسر على نفسي وعلى المصريين، لان مش ممكن ابدا ماتش كوره يخرج ناس ويخرج ملايين وقضيه شعب ما تخرجش ملايين. عشان كده بكرر تاني بقول ان امان على كل واحد في ميدان التحرير سواء هو مؤمن بالقضيه او مش مؤمن، جاي يتفرج او جاي يمشي او جاي يشرب حاجه، ده هو بكرة. وامان على كل واحد ان هو يجي بكره يكون جايب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وان احنا البلد دي بلدنا. ناجي كلم الناس هناك وقال لهم يقللوا الاغاني، لان معنى ان هم يغنوا معنى كده ان احنا بنستعطف واحده ام ولا اب، فتلاقي واحد واحنا جايين هنا عشانه مات عشان نعدي، ما ماتش عشان نغني او نرقص. فانا بقول للجماعه كلهم يا جماعه ما حدش يزعل، واحنا قلنا لهم اخواننا هم متخيلين ان هم كده بيسخروا الناس وبيتحركوا مشاعرهم، انما ما فيهاش استهتار. بس احنا اتكلمنا معاهم احنا كلنا حتى لو في مليون ستيج هنا واحد هنا كلنا جايين عشان هدف واحد، بس كل واحد بيروح للهدف بطريقته، انما مش معنى كده ان احنا مختلفين. هم فرقونا زي ما قلت بالاحزاب، فرقونا بماتش اهلي وزمالك، لما يكون مثلا الالترس بتاع الاهلي والزمالك هنا في ميدان التحرير وتجمعهم قضيه شهداء ويفرقوا ماتش كوره، مش ممكن ابدا ده يكون مصر ومصريين. فاحنا مع بعض هنا، احنا مع بعض وهنفضل مع بعض وهنفضل مؤمنين بالقضيه. والقضيه وانا بقول محدش يبص على العدد كده ويقول لك ايه ده؟ يا عم ده العدد قليل، مش بالعدد انما بالقلب. فلو كل واحد جاي مخلص بالقلب وبالايد وبالدم هنغير وهناخد العدل والعداله والحريه. وبكرر تاني في اخواننا هنا اتكلموا على مجلس وزراء وحسام شرف، احنا مش عايزين نسيب الحجم الكبير ونتكلم عن الحجم الصغير. الفساد والنظام اكبر بكتير جدا من مجلس وزراء. ما ينفعش ان هم يخبطوا رئيس الوزراء اللي خارج من ميدان التحرير هنا، يخبطوه في الثوار والثوره، وبكرر تاني اللي ما سمعش كلامي، يخبطوه في الثوره والثوار ويقول لهم ادي حسام شرف بتاع الثوره بتاعته. ما عملتوش حاجه. بص عايز اقول لكم حاجه، ممكن واحد يعرف يتكلم ويخطب انما كذاب وفاسد. فاحنا المصريين اتعودنا ان احنا بنحكم على الناس ان هو بيعرف يتكلم وعنده شخصيه وبيعرف يقول وبيعرف يضحك علينا. انما ممكن مش دفاعنا على عصام شرف، انما ممكن عصام شرف راجل محترم ومخلص وبيحب البلد بس ما بيعرفش يتكلم. مش معنى ان هو ناخد واحد بيعرف يتكلم ويكذب ويفسد ويسرقنا، ولا نسبب واحد عنده قلب وعنده اخلاص وعنده مصداقيه للبلد. فاللي بيحصل فينا يا جماعه ان هم بيضربوا عصام شرف والوزراء الفاسدين اللي هم عايزين يوقعوا عصام شرف عشان يكسبوه ينتصروا عليه بيضربوه فينا احنا. عشان كده احنا لازم نسند عصام شرف، نسند مجلس الوزراء، انما نهاجم الفسده اللي بيفسدوا البلد سواء كان في النظام السابق او سواء كان نائب عام، لان مش ممكن ابدا محاكمه ثوار من الاوضاع اللي هم نايمين على ودانهم في الفساد بقالهم سنين، انما محاكمه الثوار تبقى محاكمه اللي قتلوا الثوار ومحاكمه ثوريه من الثوره. فمحدش يبص على العدد ويقول العدد قليل، العدد مش قليل، ربنا سبحانه وتعالى
مش كل مصر 80 مليون نسمه في التحرير، في مليون اثنين ثلاثه بس غيروا فساد. فلو واحد او اثنين او ثلاثه او 10 او 1000 جم هنا بدايه التحرير وهم مخلصين، الشباب اللي بداوا الثوره هنا بداوا الاف، 1000 2 3 4 يبقى 25، بقت 3 4 25 30 مليون. فمحدش يستقل بالعدل، محدش يستقل في نفسه، ومحدش يقول انا ماليش دعوه. انا مالي؟ لما انت تقول انا مالي النهارده، بكره اللي انت مفروض ليك عنده حاجه يقول لك برضه انا مالي، واللي بعده يقول لك انا مالي، واللي بعده يقول لك انا مالي، وفي الاخر احنا اللي بنحط نفسنا جوه بق الفسده وبياكلونا، وبعد كده بيدعكوا بينا الارض ويلمونا، يقول لك شعب ملوش لازمه. واحد يموت عادي، اثنين يموتوا عادي، 20 ماشي، 1000 اوكي مفيش مشكله. ايه المشكله يعني؟ ما في بدل المليون في 80 مليون. فناس فاكرين نفسهم هم اللي ماسكين البلد. في بس 20 متطوع على البوابات يا جماعه، اللي فعلا مؤمن بقضيه عشان يحمي الناس واخواننا اللي موجودين هنا. اللي انا عايز اقوله تاني مره تانيه، احنا مش جايين هنا نرقص ولا نغني، احنا جايين هنا مؤمنين بقضيه، والقضيه لازم نؤمن بيها لغايه ما نموت. في ناس باتت عشان العدل والعداله والحريه، احنا مش جايين عشان نتمشى ولا ناكل ولا نشرب عصير. ربنا يكرمه. لو حد عايز يتطوع يا جماعه يجي هنا بعد اذنك. اللي انا عايز اقوله لكم تاني، ربنا يكرمهم الناس اخواننا اللي بيجيبوا عصير وميه هنا عشان الحر، انما احنا مش جايين عشان ناكل ونشرب ونشرب شاي. التحرير والثوره ما كانش لها قائد ومش هيكون لها قائد، لان الشعب هو القائد. فاللي بيولي نفسه، اللي بيولي نفسه قائد الثوره وممثل الثوره والفاظ كتيره جدا عن الثوره، مفيش حد قائد ثوره ولا حتى مهما كان، ولا شخصيه عامه ولا شخصيه سلسله ولا حد. قائد الثوره والشعب، والشعب لازم هو اللي دايما يفضل يخوض الثوره. الشعب هو اللي لازم يفضل على حزب واحد. انت الانتخابات وانسى الدستور، انما احنا بنتكلم في حزب الشعب يرجع تاني عشان الشعب ينتزل تاني. عمر الشعب ما ينتزل لحزب ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، انما الشعب هينتزل لما يرجع تاني حزب الشعب. لازم نرجع تاني ومتنا قلب واحد وهدفنا هدف واحد. يا جماعه احنا قمنا بثوره هتدرس في العالم كله، عملنا الثوره ولسه بنكملها. ما ينفعش ان احنا نيجي في الاخر نعمل منصه تشتغل 12 ساعه اغاني بس. في ناس هنا في الميدان التحرير مضربه عن الطعام، وفي ضباط تضامن معانا في السجن دلوقتي، لما الصوره دي توصل لهم بيحزنوا على الساعه اللي فكروا ينزلوا يتضامنوا فيها مع الشعب في ميدان التحرير. احنا انا مش ضد الاغاني، بس انا ضد ان طول الوقت يكون في اغاني، لازم يكون في قضيه، لازم احنا جايين علشان قضيه مش جايين نسمع اغاني. ممكن نقعد في البيت نسمع اغاني، مش هنرقص مش هنغني. لا مش سامع، انا عايزكم تسمعوهم. مش هنرقص مش هنغني. الشهيد منك ومني. مش هنرقص مش هنغني. الشهيد منك ومني. محتاجين 20 متطوع. كلنا هنفشل صدقوني، احنا لازم نساند. اسمعوني بس يا جماعه، اسمعوني. المشكله مشكله اكبر بكتير بكتير جدا، مش في شخص. احنا برضو لما كنا بنيجي نقول ونهتف بنقول يسقط النظام، مش يسقط حسني مبارك. لما كل الناس كانت بتقول اسكت هنفضل نقول يسقط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب عمرنا ما نعمل كده واحنا نايمين، انما لازم من القلب. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشهيد العقاب
الشهيد على خلاص. احنا بندعي رئيس الوزراء عصام شرف انه ينفذ بوعده وينفذ بحمته ميدان التحرير. هو لم يفشل في هدفه، ولكنه لم ينجح. يا عصام يا عصام، احنا تعبنا من الكلام. يا عصام يا عصام.